تانج كانسر. لانج كانسر تاني موست كومن كانسر وورلدوايد في 2020 بنسبة 11.4. الفيرست موست كومن هو طبعا في ميل بريست، بعديه اللانج. بس هو الفيرست موست كومن كوز اوف ديث وورلد وايد في 2020 بيمثل 18%، لا رقم واحد زي ما قلنا اللانج كانسر. طبعا هو بيحصل في الميل اكتر من الفيميل بنسبة 3 الى 1، والبيك انسيدنس بتاعه بيحصل في سن 55 الى 60. ريسك فاكتورز طبعا اول حاجة بلا منازع السموكينج، التدخين، والتدخين ده الموست سيجنيفيكانت ريسك فاكتور لانج كانسر. اب تو 90% من الحالات بتبقى ريليتد للسموكينج، والريتيف ريسك بتاع الاوكرنس بتاع اللانج كانسر مع السموك 17 ضعف. يعني الناس اللي بيدخنوا الريسك بتاع الاوكرنس بتاعهم لانج كانسر 17 مره من اللي ما بيدخنوش. حتى اللي بيبقى باسيف سموكر اللي بيقعد جنب ناس بتدخن بيبقى عنده ريسك اعلى من الناس النون باسيف سموكر اللي جيلهم لانج كانسر. اللي بيتوقف اللانج كانسر على عدد السجاير اللي انت بتدخنها في اليوم، وعدد السنين اللي بتدخن فيها، ونوع السيجاريت او نوع التدخين انت بتستعمله. يعني الجوزة مش زي السجاير. اندستريال كارسينوجين ده تاني حاجة أشهرهم على الإطلاق الأسبستوس، بعد كده المعادن الثقيلة الأرسنيك، بريليا، الكادميوم، كروميوم والنيكل، أو راديو أكتيف ماتيريال زي الرادون والأورينيوم. ممكن يكون حاجات عضوية أورجانيك زي الأسيتالدهايد والفورمالدهايد والبوليسايكليك اروماتيك هيدروكربونز اللي بتطلع من عملية احتراق المركبات العضوية. بوليسايكليك اروماتيك هيدروكربونز. يبقى الاندستريال كارسينوجينز على رأسهم الاسبستوس، بعد كده الارسنيك، بعد كده البي بريليوم، السي كادميوم، السي كروميوم، بعد كده نيكل، رادون، يورينيوم، اسيتالدهايد، فورمالدهايد، بوليسايكليك هيدروكربونز. البريفيوس ريديو ثيرابي 2 شيست حالة عندها فيميل بريست كانسر وخدت ريديو ثيرابي على البريست، وفي جزء من اللنج كان داخل، فده ات ريسك يحصل له لنج كانسر او حالة ليمفوما. الفيبروزس او السكار في زيادة بعد الدراسات قالت اللي في زيادة لنج كانسر مع الفيبروزس. واخر حاجه الجيناتيك بريزبوزيشن، عندي تو جينز فيهم جيرم لاين موتيشن زي الريتروبلاستوما جين والبيتا 53 جين. الباثولوجي بيقسم اللانج كانسر لنون سمول لانج كانسر وسمول لانج كانسر. السمول بتمثل 20% من الحالات، النون سمول بتمثل 80%. ال 20 بتوع النون اللي هم السمول لانج كانسر بتطلع السمول لانج كانسر من السنترال، بتبقى سنترال تيومر بتطلع من السنترال برونكاي، بتبقى السيلز فيها دنس نيور سيكريتوري جرانيولز دايما في فريكوينتلي سبريد ايرلي سبريد. السبريد بيروح للليفر او البون او البون مارو او البرين او الادرينال جلاند. مشهور جدا في السمول سيل لانج كانسر الاقي ادرينال جلاند ميتاس. النون سمول اللي هم بيمثلوا 80% من الحالات دي بتطلع من اول السنترال برونكاي للترمينال الفولاي من الابيثيليال لايننج. طبعا على رأسهم السكوما السيل كارسينوما بتمثل 50% من الحالات، بتبقى الموست كومن هيستوباثولوجي، بتبقى اوبستراكتيف ليجن في البرونكاس فبتطلع في لارج برونكاس، ممكن يحصل عليها انفكشن، بتبان في الاكس راي كافيتي يبقى كافيتيشن، وطبعا النمو بتاعها بطيء سلولي جروين، والسبريد بتاعها لوكالي، والديسيمينيشن بتاعها ليت قليل او ما الاقي حالات سكوما السيل كارسينوما عامله ديستنت ميتاسس. على النقيض الادرون كارسينوما بتطلع من برونكال ميكوزال جلاندس، ولذلك بتبقى بريفري اكتر من سنترال. يعني سكوما السيل سنترال، الادرون كارسينوما بريفرال، الميتاسس فيها بيحصل ايرلي،
طبعا الاسوسيشن بتعمل السموكينج اقل، هي اسوسيتد مع السكار تيشو اكتر. وبعض الدراسات قالت الادنوكارسينوما ده دايما بتطلع فيه السكار تيشو، وبيبقى معاها هاي ريسك لديستنت ميتاسيس على راسهم. الديستنت ميتاسيس بيحصل ريلي وبتروح للميدستال ليمف نود وبتروح للبلوره، فتعمل بلوره فيوجن لانها بريفرال. النوع الاخير اللي هو بيمثل 10% من الحالات اللي هو اللارج سيل كارسينوما، بتطلع في اللارج كلارج بريفرال ماس على الشيست راديوجراف، بيبقى برضو معاها نيورو سيكريتوري اليمنت، بيبقى معاها رابيد جروس. الليجن بتاعي بيعمل ايرلي سبريد. يبقى اللارج سيل كارسينوما والادنو كارسينوما الاثنين بريفرال ليجن، السكويما سيل كارسينوما والسمول سيل لانج كانسر الاثنين اقرب للسنتر سنترال. اللارج سيل كارسينوما معاها ال سبريد، والسمول سيل لانج كانسر معاهم ال سبريد. السبريد بيحصل مودست في الادنو كارسينوما، وبيبقى السبريد بيحصل متسلم في نود وبيعمل بلور فيوجن. السكويماس تعمل ديستراكشن لوكال اكتر فتعمل كافيتيشن، والريت بتاع جلوس بتاعها سلو والسبريد بتاعها ليت. كلينيكال بيكتشر، اول حاجه جزء من الحالات بتبقى اسيمتوماتيك، بعد كده يا الحاله ميتاستاتيك يا نون ميتاستاتيك. ميتاستاتيك هتيجي بالمانيفستيشن بتاعت الميتاسيس، نون ميتاستاتيك هتيجي بالمانيفستيشن بتاع اللوكال ديزيز. ممكن اول حاجه وورسن كاف، لان ده واحد بيدخن فهيبقى فيه الكحه موجوده معاه ملازمه ليه، فالكحه بتاعته هتزيد، ده بيبقى البرزنتيشن في 40% من الحالات. يا حصل له وورسنج الديسنيا اللي موجوده، او حصل له نيو ديفلوبمنت ديسنيا، يعني هو ما كانش عنده نهجان بدا ينهج، وجود شستبين او هيموبتزيس بكح دم. البلور افيوجن ممكن يبقى فيه كولابس اللنج اتاليكسز، تبقى دي البرزنتيشن بتاعي. البوست اوبستراكتيف نيمونيا، يحصل نيمونيا بعد الاوبستراكشن اللي حاصل بسبب السنترال ليجن زي السكوما سيل كارسينوما، ممكن تبقى موجود عند الايبكس اوف ذا لانج فتعمل انفلتريشن او كومبريشن على السب كليفيان ارتري وفين، وتعمل انفلتريشن للبيكال بليكسس والسمباثيك والسمباثيك تشين، فتعمل بانكوست سندروم اللي هي طبعا توزس مايوزس هيدروزس انوفثالموزس. ممكن تعمل انفيجن للريكانترينجال نيرف فتعمل هورزنس اوف فويس. ممكن تعمل اوبستراكشن سوبيرو فينا كيفا فتعمل انجورجمنت للفيس والشيست، ممكن تكمبريس الاسوفجاس فتعمل ديسفيزيا. ممكن يبقى معاها اكسترا ثوراسيك مانيفستيشن سيستميك مانيفستيشن زي حدوث الفيفر، حدوث الماليز، انوروكسيا، ويت لوس سيجنيفيكانت طبعا ويت لوس، كاشيكسيا والفينجر كلابينج. ممكن تكون بريزنت باي الميتاستاتيك مانيفستيشن. الميتاستاتيك مانيفستيشن هنا حسب السايت اوف ميتاسيس، نيورولوجيكال يبقى نيورولوجيكال مانيفستيشن، بون يبقى بون بين، والليفر يبقى ليفر ديسكومفورت زي الرايت هايبوكوندريال بين، وممكن يبقى جوندس. البارن بلاستيك سندروم بتعمل اكتوبك برودكشن اوف هرمونز زي اكتوبك اي سي تي اتش برودكشن، اكتوبك بارس هرمون ليتنج بيبتايد، واكتوبك انتي دوريتيك هرمون، بيبقى كلها بارن بلاستيك سندرومز. نفستيجيت الحاله ازاي؟ باثولوجيكال كونفرميشن ممكن نعمله بالسبيوتم، ده طبعا الريلابيلتي بتاعته قليله انريلايبل. ليه؟ لانه يحتد بالبوزيتيف ريزلت لا يحتد بالنيجاتيف ريزلت، يعني ممكن تكون التيومر ما بتعملش اكسفوليشن، ما بتشيلش، ما فيش سيلز منها بتتفرفت فما تبانش في السبيوتم، فمش معنى كده عدم وجود المالجنسي. يبقى هو جود تيست عشان كبوزيتيف تيست، ولكن كنيجاتيف تيست مش لا يحتد بنتائجه السلبيه. ممكن اخد بريكوتينيا سي تي بايوبسي عن طريق السي تي جايدد بايوبسي من خلال الجلد، او من خلال برونكاي اخد ترانس برونكيال نيدل بايوبسي، او لو الحاله عندها بلور ريفيوجن اخد فلويد سيتولوجي. ممكن اعمل الحاله اندوسكوبي سواء برونكوسكوبي منظار على البرونكاي، او ميديا ساينوسكوبي منظار على الميديا ستاينال. شيست اكس راي بلان شيست اكس راي او سي تي عشان اشوف اللوكال اكستنشن اوف ذا ديزيز، السايز بتاع الليجن، السبريد الليمف نود، الانفلتريشن للشيست وول.
اعمل بابدومينال الترا ساوند او سي تي عشان اكسكلود وجود الليفر ميتاسيس والادرينال ميتاسيس، بون سكان او بلين اكس راي على البون عشان اكسكلود وجود ديستنت ميتاسيس في البون، سي تي برين او ام ار اي برين عشان اكسكلود وجود اللنج ميتاسيس، والموست سوبيريور طبعا بيت او بيت سي تي عشان ادرس التيومر فانكشنال اشوف في فانكشننج مالجنت سيلز ولا لا، بحسب الافيديتي للفلو دي اوكسي جلوكوز هحدد اكوردنج لاكتيفيتي الحته دي مالجنت او نون مالجنت. اخر حاجه لابوراتوري كومبليت بلاد كاونت الرينال فانكشن والكيدني فانكشن بالاضافه لتو ماركر مهمين الكالسيوم والال دي اتش. ستيجنج هنستعمل تي ان ام ستيج تي 1 ايه السايز بتاع الليجن اقل من او يساوي 2 سنتيمتر، طبعا هيبقى سراوندنج باي لانج والفيسلر بالرورة، مفيش انفلتريشن لللور برونكاس بروكسيمال للور برونكاس. تي 1 بي السايز زاد بقى اكتر من 2 بس اقل من او يساوي 3 سنتي بنفس القواعد، يكون حواليه لانج او حواليه بالفيسلر بالرورة ومفيش ايفيدنس المور بروكسيمال انفيجن زي اللوبر برونكاس. التي 2 السايز بتاع التيومر يزيد بقى اكتر من 3 سم او الليجن بقى موجود في المين برونكاس بس بشرط يكون اكتر من 2 سم ديستال تو كارينا او حصل انفيجن للفيسرا برورا الطبقه بتاعت البرورا اللي موجوده على اللنج حصل لها انفلتريشن او في كولابس لنج كولابس في اتاليكسيس او في اوبستراكتيف نيومونايتس بس اكستند تو هايلر ريجون مش واخد كل الهول لنج، كل ده بنقول عليه تي 2 ديزيز، لذلك بنقسمه حسب السايز كمان تاني تي 2 اي وتي 2 بي. لو السايز اب تو 5 سم يعني اكتر من 3 اب تو 5 يبقى تي 2 اي، طب لو اكتر من 5 بس اقل من يساوي 7 يعني اب تو 7 سم يبقى تي 2 بي. يبقى الاشتراطات عندي هنا اللي يكون موجود في اللور برونكاس بس ابعد من 2 سم من الكارينا، ممكن يكون في اوبستراكتيف نيومونايتس او عامل اوبستراكتيف نيومونايتس واصل لحد الهايلر ريجون بس مش واخده الهول لانج، واخده لوب او واخده تو لوبس بس مش واخده كل اللانج او واصله للفيسر برورا. تي 3 يعني تيجي بالسايز، السايز بتاعها اكتر من 7 سنتيمتر او وصلت بقت قريبه من الكارينا في المسافه اللي هي بين الماس والكارينا بقت اقل من 2 سم او وصلت للفيسلر بلورا او عملت اتاليكسيس او بوستراكتيف دمونيا خدت الانتار لانج كلها ما عادتش واخده لوب او لوبين، كل ده هيدخلنا في تي 3 ديزيز. طبعا لو وصلت للبرايتال بلورا احنا قلنا دي بتبقى تي 3 ديزيز، او وصلت للميديستاينال بلورا او وصلت للبرايتال بريكارديوم او وصلت للشيست وول او الدايفرام كل ده بيخلينا دخلنا في تي 3 ديزيز. يبقى راحت للبرايتال بريكارديوم او راحت للدايفرام او راحت للميديستاينال بلورا او راحت للشيست وول البانكوست من ضمنهم تي 3 ديزيز. طب لو التيومر بتاعتي راحت للانفيد الميديستاينم مش على قد الميديستاينال بلورا تي سي كان توصل للميديستاينال بلورا انفيد بعد الميديستاينال بلورا دخلت في الميديستاينال انفيجن يبقى تي 4 وصلت للهارت او جريد فيزل او الاسوفيجاس او انفلتريت الكارينا، احنا كنا في تي 3 قلنا المسافه بينها وبين الكارينا اقل من 2 سم بس لو دخلت في الكارينا بقت تي 4 ديزيز، دخلت للفيرتبرال بادي بقت سيبرت نوديول في الابسيلاترال لانج يعني عندي ليجن وفي نفس اللانج دي انذر ليجن تاني يبقى تي 4 ديزيز. يبقى وجود ديفرنت ليجن ديفرنت انذر ليجن في انذر لوب في ذا سيم لانج، ناخد بالنا اللي لو وجود انذر نوديول في ذا سيم لانج ديت تي 3 ديزيز، يعني لو كان تو لوبز فيهم تو ليجن دي تي 3. طب لو اصبح وان ليجن مثلا موجود في اللور لوب رايت لور لوب وانذر ليجن في الابر رايت لوب يبقى انا بقيت تي 4 ديزيز. الان ستيج يا عدم وجود ليمف نود خالص يبقى ان زيرو، لو ابسيلاترال بيري برونكال او ايفن ابسيلاترال هايرال ليمف نود او انترا بالمونري ليمف نود حتى لو وصلت ليمف نود باي دايركت اكستنشن ده ان 1 وصلت للابسيلاترال ميدياستاينا سب كارينال ليمف نود يبقى ديت ان 2، وراحت للكونترا لاترال ليمف نود
او وصلت للسوبر كلاف سواء ابسيلاترال او كونترا لاترال السوبر كلاف يبقى ان 3 ديزيز. لست ميتاسيس ام ستيج ام 1 اي اللي الديزيز بتاعي وصل للكونترا لاترال لانج، يبقى في ليجن برايمري تيومر في 1 لانج وانذر ليجن في كونترا لاترال لانج يبقى 1 اي. 1 بي وصلت لسيرفايكال لينف نود نودال ميتاسيس، طبعا غير السوبرا كلاف لان السوبرا كلاف هنقول ان 3 وصلت لاذر سيرفايكال لينف نود يبقى ان 1 بي. وصلت لديستنت سايتس زي البرين زي الليفر يبقى ده ام 1 سي. ستيج جروب عندي احتمالات، ستيج 1 اللي هو تي 1 او تي 2 ان 0. ستيج 2 بقى عندي ليه 3 احتمالات، يا تي 3 ان 0 او تي 1 وتي 2 ان 1، يعني نفس الستيج 1 بس مع وجود نود بوزيتيف ديزيز ان 1 ديزيز. نيجي بعد كده ستيج 3 منه جزئين 3 اي و3 بي. 3 اي عباره عن 4 احتمالات اقلهم خالص اللي هو تي 1 او تي 2 ان 2 او تي 3 سواء تي 3 مع ان 1 او تي 3 مع ان 2. ستيج 3 بي هيبقى عندي كذا احتمال، يا رحت بالتي يعني تي 4 معاها اي ان، او رحت بالان 3 دايركتلي معاها اي تي، يبقى تي 4 ديزيز معاها اي ان او ان 3 ديزيز معاها اي تي، يبقى انا رحت لستيج 4 بي 3 بي. ستيج 4 منه بقى 4 اي و4 بي على حسب برضو الاوكرنس بتاع ديسنت ميتاسيس، لو راح لنودل ديزيز او راح للكونترا لانج او راح للبلوره، ده كله ستيج 1 4 ايه. طب لو راح لمالتيبل ديستنت ميتاسيس البرين او اذر اورجان يبقى ده ام 4 بي. باني هاو ده بنسميه ديستنت ميتاسيس اللي هو ستيج 4. التريتمنت بتاعي الحاله هتبقى ايرلي ستيج نون سمول سيل لانج كانسر، لان هنقسمهم نون سمول سيل لانج كانسر وسمول سيل لانج كانسر، كل واحده منهم لها علاج مختلف. الايرلي ستيج نون سمول سيل لانج كانسر اللي هي ستيج 1 و2 هيبقى اول حاجه يا اعمل سيرجي اللي هي سيرجيكال ريسكشن لو الحاله ريسكتابل ميديكالي اوبرابل، اقلهم خالص لوبيكتومي او اشيل تو لوب باي لوبيكتومي او اشيل اللنج على بعضها نيمونيكتومي. طب لو المريض ميديكالي ان اوبرابل يعني ينفع يتشال بس مش قادر يتشال بسبب طبي عنده مش قادر يتقدر، يبقى هعمل بدل السيرجري ديفينيتيف راديوثيرابي كلوكال تريتمنت. بعد كده ادي ادجوفنت كيموثيرابي على حسب الانديكيشن، لو السايز بتاع التيومر اكتر من او يساوي 4 سم هيبقى التريتمنت بتاعي بلاتينم بيزد كيموثيرابي. البلاتينم اللي هو الكاربوبلاتين او سيس بلاتين معاه اذر ايجنت زي الفينوربين الاوتوبسويد الجيماسيتابين البيمتريكسيد، بس البيمتريكسيد نحط تحتيه كذا خط كده، البيمتريكسيد هنستعمله في حالات النون سكويماس سيل يبقى زي الادينوكارسينوما مثلا، بس السكويماس ما ينفعش نستعمل بها بيمتريكسيد. الحالات بعض الحالات هتحتاج ادجفنت راديو ثيرابي زي الان 2 ديزيز. اللوكال ادفانسد ستيج 3 اي و3 بي عندي 3 اوبشن، يبتدي باندكشن كيمو ثيرابي بلاتنم بيزد كومبينيشن، بعد كده ادخل الحاله ما تتحول من كانت ان ريسكتابل تتحول ريسكتابل اعمل سيرجري او سيرجيكال ريسكشن. الخيار الثاني ادي كونكورنت كيمو راديشن اللي هو هدي بلاتنم بيزد كيمو ثيرابي زي سيس بلاتين او الاوتوبسويد او كارب بلاتين وباكليتاكسل مع ريدو ثيرابي ستينج راي، بعد كده هعمل سيرجري او اعمل سيرجيكال ريسكشن. الاختيار الثاني الحاله ما قدرتش احولها يعني الحاله في جميع الاحوال ار ريسكتابل او ميديكالي انفيت، يبقى الحل هدي اندكشن كيمو ثيرابي وبعد كده هدي ديفنت ريدو ثيرابي سواء الحاله بور بي اس او ار ريسكتابل ديزيز، يبقى هبدا باندكشن كيمو ثيرابي هعمل شرينكج للتيومر بعد كده ادخل التيومر ديت في فيلد ريديو ثيرابي اديها ديفنت ريديو ثيرابي. لو الحاله ميتاستاتيك نون سمول لانج كانسر السيرجري هتبقى بالي فور باليشن زي استابلايزيشن بتاع السباين، ممكن ادي بالي ريديو ثيرابي على حسب الانديكيشن. حاله بكح دم هيموبتزيس عنده انتراكتبل كوف عنده لوكال بين في سوبيرو فيني كيف اوبستراكشن في اتاليكزيس في وجود ديسنتاسيس بون او برين، ممكن ادي كيمو ثيرابي. الفيرست لاين كيمو ثيرابي من 4 ل 6 سايكل بلاتينم بيزد دوبلتس ثنائيات كاربوبلاتين او سيس بلاتين معاهم جيماسيتابين او فينوربين او باكليتاكسل او نابي باكليتاكسل او بيمتريكسل طبعا في النون سكويماس. سكند لاين كيمو ثيرابي زي سنجل ايجنت دوسيتاكسل او سنجل ايجنت بيمتريكسل.
بيولوجيكال ثيرابي اول حاجه انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور انتي بودي اللي هو البي في سيزوماب، هستعمله طبعا ان كومبينيشن مع الكيمو ثيرابي بي في سيزوماب الافاستن، طبعا كونترا انديكيتد في حالات الاسكوماس عشان هيدخل في بليدنج. الاميونو ثيرابي استعمال ادويه الاميونو ثيرابي زي الاميون شيك بوينت انهبيتورز انتي بي دي ال 1 او انتي بي دي 1. الانتي بي دي 1 زي البيمبيلوزوماب او النيفيلوماب دول انتي بي دي 1 على التي سيلز، او انتي بي دي ال 1 على المالجنان سيلز زي الاتيزولوزوماب، دول الاميونو ثيرابيز بتاعتي. التارجت ثيرابي على حسب الجيناتيك او الميوتيشن الموجود، ممكن يكون في ميوتيشن في الاي جي في ار ريسبتور بس هي جروث فاكتور ريسبتور، فهدي اي جي في ار تيروزين كاينيز انهبيتورز، دول في هيحصل ميوتيشن في اللي بيصير جروث فاكتور اسمه اكتيفيتنج ميوتيشن، فهدي هدي تي كي اي تيروزين كينيز انهبيتور يوقفوا نشاط الاوتونوماس ريسبتور ده زي الجيفاتينب الافاتينب الاولوتينب والازموريتينب. ممكن يكون في ترانسلوكيشن ما بين الاي ام ال 4 والالك جين، يبقى اي ام ال 4 الك ترانسلوكيشن، فهدي حاجه اسمها الك انهبيتور زي الكروزوتينب او سيراتينب او الالكاتينب. طب لو كانت سمول سيل لان كانسر عليها ازاي؟ اللي يا ليميتد اقدر ادخلها في فيلد اوف راديو ثيرابي، يعني موجوده في وان سايد، يا اكستنسيف معديه الميد لاين او وصل كونترات اللانج باكستنسيف ستيج او عامله ديستنت ميتاسيس. في الليميتد ستيج سمول سيل لان كانسر هدي كونكرنت كيمو راديشن بلاتينم بيزد كومبينيشن برضو، يا سيس بلاتين يا كاربو بلاتين مع اوتوبسويد، بعده ممكن اعمل سيرجري او ادي لوكال راديو ثيرابي. تاني ادي ريديو، يبقى انا عندي ليميتد ستيج كونكرنت كيمو راديشن بلاتينم بيزد كيمو ثيرابي سيز بلاتين كارب بلاتين اوتوبسويد، هعمل اندكشن، الحاله ممكن تبقى اصبحت ريسكتابل، اعمل سيرجري وبعد كده ممكن اكمل ريديو ثيرابي ده او هدي كونكرنت كيمو راديشن. الاذر تريتمنت اللي ادي ريديو ثيرابي كان بروفلكتيك رينال راديشن على البرين، لانه لقينا الفيرست سايت اللي بيحصل فيه ريلابس هو السي ان اس، فبقينا بندي بروفلاكتيك رينال راديشن عشان نمنع حدوث سي ان اس ميتاسيس في حالات الليميتد ستيج نون سمول لانج كانسر. الاكستنسيف ستيج سمول سيل لانج كانسر التريتمنت مينلي بتاعي سيستميك كيموثيرابي بلاتينم بيزد كومباينيشن سيز بلاتين او كارب بلاتين اوبسيد 4 6 سايكل، ممكن ادي باليتيف ريدو ثيرابي على الماس او الليجن، لوكالي على قد الليجن بس بغض النظر ريسبونس تو كيمو ثيرابي، او ايفن لو الحاله جت ادت جود ريسبونس كيمو ثيرابي ممكن ادي راديكال دوز اوف ريديو ثيرابي على السايت البرايمري سايت اوف ذا ديزيز.